التفكجي، أين خيار المقاومة سيد التفكجي؟ خلينا نتكلم عن كل الفصائل المقاومة الفلسطينية التي تكلم عنها الزميل في دمشق. حقيقة يعني في داخل الضفة الغربية لا يوجد أي تنظيمات هي كلها وضعت يدها في السلطة الفلسطينية، وبالتالي أي خيار بقضية المقاومة غير موجود. نتكلم عن منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، كل قيادة منظمة التحرير من اللجنة التنفيذية المكونة التي من 18 عنصر هي لا توقع على ما يقره السلطة الفلسطينية. المقاومة في داخل الوطن المحتل أو في داخل الضفة الغربية كما هو معروف ما حدث اليوم هو بالحجر وبالجسد، وكما يذكرون الآن وقد الشهادة الكربلائية الدم الذي انتصر على السيف، هنا الذي يحدث في داخل مدينة القدس وفي داخل الضفة الغربية. أما الأسلحة وما غير الأسلحة فهي غير موجودة على الإطلاق، لأن هنالك أكثر من دولة تحاصر هذا الموضوع، تحاصر هذا الموضوع من عالم عربي، من السلطة إلى آخره، يعني هذا كله معروف، وهنالك تنسيق أمني دولي باتجاه هذا الموضوع. حقيقة في قضية التي نستطيع أن نقول فيها دائما أن الهبات الشعبية وما يحدث الآن بالانتفاضة ثالثة، وهي ستكون شاملة ضد كل من يتكلم عن القضية الفلسطينية. أنا باعتقادي الانتفاضة الثالثة هي انتفاضة كل الشعب ضد كل التنسيقات الموجودة يعني في داخل سيد التفكجي. هل تقصد أنه مطلوب من الدول العربية يعني أن تفتح جبهات مع الكيان الإسرائيلي؟ يا عمي لا تفتح جبهات ولا شيء، يعني على الأقل الحدود مغلقة، جدار فولاذي في الجنوب وفي مناطق أخرى قبل الدخول ستكون مناطق عازلة كبيرة جدا. لا نريد أن نذكر هذه المواضيع، يعني حقيقة العالم العربي قلوبهم معنا وسيوفهم علينا. نعم طيب سيد أبو هبة، طبعا سمعت يعني باختصار قلوبهم معنا وسيوفهم علينا، هذا هو العالم العربي. المطلوب اليوم موقف عربي، استراتيجية عربية موحدة لمواجهة يعني ما يجري في فلسطين المحتلة. أنا أوافق الأستاذ خليل، ولكن هو يفهم أن المقاومة لها أشكال عديدة. ما يحدث اليوم في المسجد الأقصى هو شكل من أشكال المقاومة وفي الخليل، ولكن كل هذه الأشكال يجب أن تخضع لاستراتيجية فلسطينية موحدة. أما حول العالم العربي فالواقع معروف يعني، وتحدث عنه الأستاذ تكفجي، يعني ليس بحاجة إلى واضح. لكن هناك الآن في نهجين، هو نهج النظام العربي الرسمي الذي يغطي على الممارسات الإسرائيلية، وهناك نهج المقاومة. والآن كل المصادر ويعني ومراكز الدراسات ومراكز القراءة في الكيان الصهيوني تخشى الآن هذا التيار. طيب سيد التفكجي، عذرا سيد أبو هدبة، باختصار سيد التفكجي، يعني تتحدث عن موقف عربي للعودة بالشعب الفلسطيني وحتى بالسلطة إلى المقاومة في ظل انقسام فلسطيني، ماذا يمكن أن يقال؟ يا أختي هذا الانقسام الفلسطيني ليس له علاقة، بس هي الشماعة التي يوضع علينا الجانب الفلسطيني عدم مساعدتنا. يعني عندما تم إعلان القدس العاصمة الثقافية في عام 2009 لم يقدم العالم العربي والإسلامي لهذه المدينة شيء، لم يقدم سوى 10 مليون دولار من السلطة الفلسطينية. هذه المواضيع التي نتكلم عنها أن الانقسام الفلسطيني هو السبب، لا يوجد الانقسام الفلسطيني، ليس له علاقة، هو ليه علاقة، لكن الشماعة التي توضع الآن بأن مدام يوجد انقسام لا يمكن أن نساعدكم. حقيقة قبل الانقسام الفلسطيني خلينا نأخذ لعام 2000 و2005، عندما كان أبو عمار محاصرا في هذا، لم يكن هناك ولا دولة عربية تساعد هذا الشخص الذي كان يقبع ويقاتل لوحده. حقيقة هذا الأمور أنا باعتقادي في قضية المقاومة وفي قضية العالم العربي والإسلامي قد غسلنا أيدينا من زمان بهذا الموضوع. طبعا وصلت الفكرة. أعتذر على المقاطعة من القدس، أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية الدكتور خليل التفكجي. من دمشق أشكر الخبير بشؤون الإسرائيلية أحمد أبو هدبة، وعبر الهاتف من رام الله عضو لجنة الحركية العليا لحركة فتح زياد أبو عين. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.